اطلع اوضتك يا ايمن، بابا جاي من السفر تعبان. طب انا ومش طايقني بقالك مده، الولد ده ذنبه ايه؟ ذنبه انه ابنك؟ لا، ذنبه انه ابنك. يعني ايه ذنبه انه ابنك؟ يعني اقفل الموضوع ده. انا جاي من السفر تعبان. هطلع احضر لك الحمام. اذا كانش عندك مانع انا عازمك على عشاء بره، ناكل واحنا بنسمع مزيكا ونرقص زي زمان. قادر زمان لما كنت بتخرج نرقص ونتعشى بره. ادفع سنه من عمري اعرف السر اللي كان مضايقك في الفتره الاخيره، وادفع سنتين واعرف سر السهره الحلوه دي. عمرك هيخلص كده. مش مهم، فداك. اكيد هتعرفي من غير ما تدفعي يوم واحد من عمرك. هسألك سؤال سألتهولك كتير قوي قبل كده، تحبني؟ طبعا. أنا كمان عايز أسألك سؤال لأول مرة بسألهولك. اسأل يا حبيبي، اسأل. أيمن، مين أبوه؟ مش كده؟ انا متهيالي هتلاقي فيهم الاجابه على السؤالين بتوعك اللي كنت هتدفعي في واحد منهم سنه والتاني سنتين من عمرك. الكلام اللي انت بتقوله ده، عرفت ليه انا كنت متضايق في الايام الاخيره؟ وعرفت ليه انا عزمتك على السهره الحلوه دي؟ عشان اسالك السؤال ده هنا وفي وسط الناس. انت مجنون. وطي صوتك، عيب. امال انا جايبك هنا ليه؟ عشان اسالك السؤال ده. ودلوقتي بما اننا هنتكلم في مسائل عائليه وفضايح قديمه، عايز صوتك يبقى واطي جدا. مين ابو ايمن؟ انت ابوه طبعا. متاكده؟ انت كملت يا عبد القادر، دي اخد حب ليك، دي مكافاتي بعد السنين اللي عشتهم معاك، واقفه وراك بسهر على راحتك. كتر خيرك، دي اخد تربيتي في ابنك، خليته من الاوائل على مدرسته. انا ماليش ولاد. ما تقعدش كده، اقعد. انت اتجننت، جرالك ايه؟ وانت ما ادريتيش ايه اللي جرالي؟
اللي جرالي انك اكتشفت فجأة انه ايمن مش ابني. اسكت اسكت يا عبد القادر، بكرة هتندم على الكلام اللي انت بتقوله ده، وساعتها عمري ما هسامحك عمري. وكمان انت اللي هتسامحيني يا مجرمة. الله يسامحك يا عبد القادر. مين ابو ايمن يا زهيرة؟ انت اكيد مش طبيعي، انت لازم تشوف دكتور حالا. انا فعلا مش طبيعي، ورحت فعلا لدكتور ومعايا شهادة منه بتقول اني مش طبيعي، شهادة بتقول اني راجل غير قادر على الانجاب. كده لو جبت لي 100 شهادة، لو رحت لدكاترة العالم كلهم، ايمن ابنك، ابننا احنا الاثنين، فاهم؟ ايمن مش ابني، ايمن مش ابني يا زهيرة. ابنك وابني، ابنك وابني. روح استغفر ربك، روح استغفر ربك عشان يقدر يسامحك، لكن انا عمري ما هسامحك، عمري ما هسامحك، عمري ما هسامحك. السيد الاستاذ عبد القادر امين حسين مصطفى، ثبت من الكشف الطبي الدقيق عليه ومن التحاليل الطبية التي أجريت له أنه غير قادر على الإنجاب، إذ أنه يعاني من ضمور مستتر مزمن منذ مولده، وهذه شهادة منا بذلك لمن يهمه الأمر، دكتور نصر عبد الفتاح. This is to certify that Mr. Abdul Qadir Amin Hussein Mustafa is suffering from complete azoospermia and it is impossible for him to have children. Dr. Edward G. Smith. بابا! بابا! انت زعلان مني يا بابا. انا عملت حاجة زعلتك. امال ليه حضرتك النهارده لما جيت من السفر سلمت عليك؟ كنت زعلان مني. أنا ما كنتش زعلان منك ولا حاجة. تعرف يا بابا، بعدها أنا دخلت أوضتي عشان أذاكر، ما عرفتش أذاكر، وقعدت أسأل نفسي يا ترى ليه بابا زعلان مني؟